الفوز والتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، والاحتفال كمان بالدوري رقم 44. وأنا لسه ببدأ الكلام، هبدأ بالدوري الأول. من 44 في 12 بطولة مشارك فيهم، 10 كلاعب واثنين كمدرب. رقم مهما عدى الوقت ومهما بعدت ومهما قربت بيبقى وساما أكيد على صدرك كابتن أسامة. الحمد لله. يعني هو اي حد بيشارك مع النادي الاهلي في عدد قليل مع الماتشات بيفضل يعتز بهذا الموضوع كتير. يعني فانا الحمد لله لعبت على مدار 17 سنه في الفريق الاول، وطبعا مرنت بعد كده حوالي 3 4 سنين سواء مع مستر مانويل جوزيه، سواء مع ديكسي، سواء مع مستر مارتن يول سنوات اخرى، وطبعا اشتغلت في قطاع الناشئين. فانا واخيرا كنت محلل في قناه النادي الاهلي، فسنوات طويله جدا داخل جدران النادي الاهلي. فالحمد لله زي ما قلت لك، اللي بيلعب ماتش ولا ماتشين في النادي الاهلي بيعتبر انجاز. فانا الحمد لله زي ما انت قلت، انا كلاعب شاركت او توجت يعني ب 12 بطوله، منهم 10 وانا لاعب، واثنين وانا مساعد لمستر مانويل جوزيه والمستر مارتن يول سنتين يعني، وطبعا غير البطولات بقى الافريقيه طبعا والعربيه طبعا والكاس وكذا. لكن الدوري 12 مره من ال 44 مره الحمد لله شاركت فيهم، ف يعني شرف كبير جدا ليا وحاجه بعتز بيها. و يعني الحمد لله العدد ده هتلاقي ما يكملش اصابع الايد الواحده، مش الايدين اللي حققوا في مظبوط. النادي الاهلي. طبعا يعني طبعا الحمد لله طبعا. الحمد لله. يعني النهارده وانت بتتفرج على تتويج الاهلي او احتفاله بالتتويج رقم 44 كابتن اسامه، ايه اهم الملاحظات اللي شفتها او ما اعجبك من لقطات استلام الدرع الجديد لفريق الاهلي؟ اولا بنشكر النادي الاهلي، مجلس ادارته، مستر كولر، لاعبين، وقبليهم كلهم طبعا الجماهير. الجماهير هي اللقطة الكبيرة المضيئة في أي انتصارات للأندية الجماهيرية يعني، واللي لعب مع جماهير وعاش مع جماهير يفهم الكلام ده كويس جدا. الموضوع مختلف تماما لما يكون عندك جمهور كبير بيأزرك في كل مكان في كل الظروف. وأنا سامعك وأنت بتقول يا هاني على موضوع الشناوي ايوه والجمهور وكده، ده موجود في العالم كله. صح احيانا ممكن الجماهير تزعل من اللعيب شويه، احيانا اللعيب يكون اخطا في حاجه شويه، ممكن احيانا ما يكونش اخطا، بس حاجات يعني تمر مرور الكرام مع الوقت، لانه الانجازات اللي اللعيب بيعملها والتضحيه اللي بيعملها وجهده في النادي، جمهور ما بينساش الكلام دوت. يعني ياما شفنا الكلام ده واحنا لاعبين او احنا مدربين او ايوه يعني موجود. ف قبل كده حصلت مع قفشه، وقبل كده حصلت مع مظبوط فلان، وقبل كده ما حصلت مع فلان، لكن في النهايه الجمهور بيعتز جدا بلاعبته وبيحب لاعبته، وجمهور الاهلي متعود دايما على الانتصارات، فعايز دايما انتصارات وعايز يبقى مبسوط. ايوه فانا اللقطه اللي عجبتني طبعا، انا اولا بنشكر الشركه المتحده اكيد. اللي قامت بالجهد الكبير اجواء دوت، مبهجة قوي في احتفال الاهلي اجواء النهارده. مبهجه جدا من امبارح. يمكن انا يعني كنت مع نجوم كبار ايضا في قناه اونت مع كابتن الشيخ طه، كابتن شادي محمد، استاذ محمد الليثي طبعا هو كان مذيع، كابتن مظبوط. مجدي طلبه، تاريخ كبير. وايضا النهارده استمرت الاحتفالات، فبنشكر الشركه المتحده اللي اسعدت، اولا قامت بجهد كبير جدا في السنوات اللي فاتت مع النادي الاهلي، وبنشكرهم على الاحتفاليه ديت، واكيد اسعدوا بيها جماهير مظبوط. الاهلي، لان احنا واحنا لعيبه يعني يمكن كنا بنحتفل التملي في الملعب الاستاد التتش بعد ما بنرجع الدرع مثلا، بعد كده بناخده بنتصور بيه بعد كده، فهي الجماهير كانت تيجي لنا ونحتفل وكده، ولكن ما كانش بتبقى تتويج في الملعب. التتويج أي في الملعب ده ليه رونق تاني صح وشكل تاني وطبيعي ان فرقه تقوم بمجهود كبير وتتوج ببطوله، جميل قوي ان هي تكرم في صح الملعب وسط جماهيرها
احتفالية بتبقى جميلة النقطة يعني. بس بتاعت انه متأخرة شوية دي، مهم اه بقى انه طبعا خلاص نعتبر انه ان الدرع جديد، فده السبب. مهم جدا ان يبقى مع اخر مباراة على ملعب الفريق المتوج او اول مباراة بعد نهاية المسابقة هي اللي يحصل فيها التتويج، لانه برضو ما ينفعش نقعد شهر كامل، يعني الناس تفتكر دلوقتي اللي حصل صحيح من شهر، عشان برضو مع نشوة الانتصار مهم ان يجي الاحتفال كمان. طبعا طبعا يعني مش كل سنة يعني كانت يبقى في سبب للتأخير في الاحتفالات. مظبوط. هو طبيعي ان هي تكون في اللحظه اللي هي في اخر مباراه يكون الفريق يعني هيحصد البطوله يعني ايوه يتوج فيه في الملعب مع جماهيره، طبعا تبقى اوقع واظرف. ولكن بعض الاخطاء اللي بتحصل ممكن ان شاء الله نتمنى نتداركها في صح السنين اللي فاتت. مظبوط. فانا طبعا المنظر الجمهور طبعا هو فرحان اكيد. باكبر ما يعني، اللعيبه اكيد بتبقى سعيده جدا هي خدت بطوله، ولكن بيسعدها كمان اكتر او الاداره او المدير الفني او الجهاز المعاون سامي قمصان، وقبل كده كان خالد بيبو قبل ما يمشي، ايوه كل دول عملوا جهد كبير يعني. اكيد كل الناس دي والاطقم الطبيه والعاملين كل دول بيبقوا فرحانين مظبوط. بالتتويج، ولكن الفرحه الاكبر بتبقى للجماهير وهي صح حاسه بانجاز فريقها في بكل الملعب. وهو تأكيد. طيب بعد المباراة الكابتن محمود الخطيب كان بيتكلم مع الزميل سيف زاهر وقال له كويس انك ركزت على النقطة دي، احنا هنخرج من الاستاد دلوقتي وبنبرة جادة جدا، ينسوا تماما الاحتفالات ونركز في اللي جاي، ده غير رسالة الجمهور بتاعت ما زال أمامكم الكثير. اللي جاي ده هو بعد 7 أيام أو أقل، اليوم السابع بعد 6 أيام مباراة الأهلي مع الزمالك، في ضوء ما قدمه الأهلي في المباراتين الأولى والثانية من الموسم، إيه توقعاتك ورؤيتك لماتش الزمالك يوم الجمعة اللي جاية في السوبر؟ اولا اللي قام بيه الكابتن الخطيب من انه يقول كده ومع سيف زاهر، و ده طبيعي احنا اتربينا كلنا عليه في النادي الاهلي يعني. الكلمه دي بنسمعها من ايام واحنا لعيبه لسه داخلين النادي الاهلي، ايوه لما بتنتهي بطوله وعندك ماتشات اخرى هي يا دوب الاحتفالات بتبقى وقتيه، وتلاقيك على طول بالليل من ساعة ما تمشي عندك داخل في بطولة، ايوه داخل في بطولة تانية أو معترك تاني أو منافسة تانية. فكابتن الخطيب أكيد بخبراته الكبيرة سواء لاعب أو مدير كورة أو مدرب لغاية لما وصل رئيس النادي أو عضو مجلس إدارة ورئيس نادي، مر بكل التجارب دي، فأكيد هو بينبه اللعيبة الكلام ده. وإحنا كلنا اللي لعبنا في النادي الأهلي اتربينا على هذا الموضوع. احيانا في بطولات ما كناش بنحتفل بيها هاني مفيش وقت. يعني بناخد البطوله وتخلص وما نحتفلش فيها، يكون عندنا مثلا بعديها بيومين ثلاثه ماتش في بطوله اخرى فما بنلحقش نحتفل حتى ايوه وتتنسي زي ما انت بتقول. لكن هي لحظه جميله طبعا ان هي الناس طيب تتوج بالبطوله. فانا مع بقى الاهلي المستوى داخل بقى، على مع المستوى ده قبل النادي. ماتش الجمعة شايف ازاي بص الأداء؟ بص هو اداء الاهلي مستقر، مش هنقول لسه طبعا هم تمام راجعين من فتره راحه وبتاع، مش المستوى لسه ما وصلش لاحسن مستوى للنادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي ميزته الكبيره انه بيعرف يلعب المباريات ويكسبها ازاي او من اين تؤكل الكتف زي ما بيقول ايوه يعني. في ماتش جورمايا اللي هناك اول ربع ساعه تحس ان في توتر، مش توتر لسه، عدم انسجام، الفرقه الثانيه متحمسه، ما فيش دقيقة جونين صراع ل ل ل من بيرسي تاو ورامي ورامي. ربيعة اللي طبعا بحييه برضو على هدفه النهارده، هدف جميل يعني. ورامي بصراحة بيقدم مستوى رائع حقيقي. الفترة الأخيرة وبثبات يعني، وطبعا كل اللاعبين يعني. بس أنا يعني عشان جت ذكر الهدف اللي مظبوط. جابه يعني ايوه أيضا بيرسي تاو، فالأهلي بيعرف من أين تؤكل الكتف زي ما بيقولوا يعني، بيعرف يسير المباريات زي ما هو عايز في المرحلة اللي هو فيها. فممكن لسه الأداء ما وصلش لأحسن حاجة، تمام ولكن قدر بكل بساطة في الماتشين هنا وهناك يكسب ثلاثة مظبوط. وثلاثة وكسب بكل سهولة. وفي أنا ضوء شايف الماتشين بالفوز بالأداء مع مقارنته بالزمالك باعتباره منافسك بص اللي جاي، بتشوف ازاي الماتش؟ بص ما فيش شك نادي الزمالك نادي كبير جدا وتاريخه كبير جدا زيه زي النادي الاهلي، وان كان طبعا الاهلي اكثر تتويجا يعني هو رقم واحد، لكن المنافسه طول عمرها مستمره. ايوه ولكن الزمالك السنتين الاخرانيين
بأمانة استقدام اللعيبة ما كانش بالكواليتي اللي هو بتاع البطولات الكبيرة يعني. ماشي، هو دعم طبعا أحسن، ولكن ما فيش شك إنه في فترات سابقة لنادي الزمالك تكوين الفرقة كان أقوى من كده ككواليتي في معظم أكيد في لعيبة كواليتي عالي تمام. ولعيبة جيدين، ولكن أنا بتكلم في مجموع الفرقة كله يعني. مرت على الزمالك فترات يعني، أنا مثلا لما تيجي تكلمني أنا لعبت مثلا في الجيل اللي كان فيه أشرف قاسم وإسماعيل يوسف وهشام يكن طبعا وكمال عبد الحميد وإيمانويل وأحمد رمزي مش هنسى يعني، مش عايز انسى حد، فريق عصام مليان بالنجوم. نصار، الغندور، عصام، مليان بالنجوم في ايوه كل المراكز يعني، وقعد سنوات كده. ايضا الفتره اللي هي اللي كانت فيها ساسي وبن شرقي والونش مصطفى وطارق محمد حامد ومصطفى وطارق حامد، محمد وابو مظبوط. جبل كانت برضه، وابو الفتوح كان بيلعب على طول. كانت الفتره الاخيره شويه الزمالك فقد عناصر شويه، في بعض تمام. اللعيبه الاعمار ابتدت تكبر، في بعض اللعيبه، فهو في ضوء تكوين فرقه قويه. لكن هيظل ماتش الاهلي والزمالك حسابات خاصه. تمام. هو الاهلي في المرحله دي بصراحه هو فنيا احسن، يملك عناصر افضل، تمام. ولكن هيبقى ماتش الاهلي والزمالك ماتش حساباته دقيقه طيب. جدا. فرقتين تاريخيين، فرقتين كسبوا بعض كتير، فرقتين متوجين بمعظم البطولات الإفريقية والعربية والدوري والكاس وكده، فهيبقى ماتش صعب بكل الأحوال، أخيرا وإن كان أرجح كفة كفة الأهلي. الأهلي طيب، نسبيا طبعا. يحيى عطية الله اللاعب الوحيد اللي ظهر من الصفقات الجديدة في الماتشين، تتوقع اختلافات في التشكيلة الأساسية في ماتش الجمعة، ولا بما بدأ به كولر الماتشين بتوع جورماهير؟ اعتقد مش هيبقى في اختلافات، اعتقد يعني طبيعي انت بادئ موسم ولسه يا دوب اول ماتشين، أيوه غالبا اللي بيلعبوا والجاهزين على اللي هم لعبوا ولذلك هو ما غيرش في اول الماتش في الفرقه يعني. فاعتقد ان بنسبه تعدي ال 95% تمام هي الفرقه اللي ابتدت تمام هي اللي هتلعب يعني. اذا حصل تغييره ولا حاجه في اضيق الحدود لظروف معينه، لكن ما اعتقدش انا مفهوم. يعني، في الغالب هم دول اللي هيبتدوا يعني.